نشد أولياء أمور طلبة الثالث المتوسط في ثانوية ناجي جبارة بقضاء العلم الحكومة المركزية ووزارة التربية وحكومة محافظة صلاح الدين بالنظر في موضوع الغبن الذي لحق بأبنائهم من خلال نتائج الامتحانات التي أعلنتها الوزارة، وطلبوا بإعادة تصحيح الدفاتر وأن تكون هناك لجنة في المحافظة لإعادة تصحيح الدفاتر الامتحانية. نرى أن المواطنين الآن يقفون محتجين على هذا التصرف من الكوادر التصحيحية للدفاتر الامتحانية، حيث أن الطلاب الذين بذلوا قصارى جهودهم ومن الأوائل خاصة يرسبون في هذه الامتحانات، فنرى أن هذا متعمد كثيرا لمناطقنا ولا يجوز أن يباشر بهذه الوضعية. رأينا بذلك تسرب الأسئلة في درس التربية الإسلامية، وهذا ليس من حصيلة التلميذ ولا من رأي التلميذ، وليس له مشكلة في تسرب الأسئلة، وتنصب هذه المشكلة على الطالب، ينقل المركز الامتحاني إلى مكان آخر من العلم ومن سامراء ومن الضلوعية، وهذا طبعا تجافي وإرهاب امتحاني ولا يجوز أن يمارس بهذا الشكل. ونرى أن هذه مؤامرة على التعليم بأشكاله، والطالب يبذل قصارى جهده. أعلنت قبل أيام نتائج المرحلة المتوسطة للثالث المتوسط في كافة الأقضية والنواحي في محافظة صلاح الدين، لكن تفاجئنا بتدني مستوى نسبة النجاح في محافظة صلاح الدين. اليوم نحن في قضاء العلم في ثانوية الشهيد ناجي أجبارة إن جولة في هذه المدرسة. هذه المدرسة معروف عنها أنه تخرجت منها مجموعة من الطلبة في الأعوام السابقة، حققت نسبة نجاح عالية، لكن اليوم يتفاجأ الطالب أو بكلمة أخرى يعني صدمة للطالب أنه هذه المدارس اللي موجودة في العلم، يعني صراحة أسمها لا تحضرني، لكن في مدرسة اليوم هذه المدرسة حسب ما افتهمت من مدير المدرسة أنه 7 طلاب ناجحين بها، في مدرسة أخرى 2، في مدرسة أخرى. وحقيقة الست سعاد عضو مجلس المحافظة والأستاذ صالح رئيس لجنة التربية في قضاء العلم وصلوا ما نريد احنا نحكيه كأولياء أمور، ولكن احنا نريد نسأل وزارة التربية انه احنا متابعين طلبتنا من المدارس الى محاضرات الى يعني ما مخلين اي شيء، وابنك او بنتك يدخل الامتحان الوزاري بدرجات جيدة وما عنده يعني حتى ما مكمل بدرس، تتفاجأ انه ابنك يطلع بـ5 دروس بـ6 دروس، مدرسة كاملة يطلع منها 7 طلاب ناجحين، مدرسة طالب واحد، مدرسة يعني هذا المستوى المتدني جدا للطلبة السبب به الوزارة، وزارة التربية اللي يعني بالسنة مرتين تغير المناهج. زين، هذا تغيير المنهج أثر على نفسيات الطلبة بشكل كبير، راح يتغير المنهج، ما يعرف شنو راح يتغير به المنهج، يجي المنهج وإذا متغيرة كلمة واحدة بالكتاب. طبعا هو صار عنده ضغط نفسي بهذا الموضوع، بدا يعني بيحسب غير حسابات، شنو المنهج اللي راح يجيني، شلون اني المعلومات اللي عنده كلها راحت من عنده. يعني المفروض انه يواكب هذا التغير دورات تدريبيه قبل انه التغير المنهج تغير، قبل ما يتغير المنهج بسنه تكون دورات تدريبيه للمدرسين على هذا التغير، كيفيه التدريس مثلا، خلينا نقول كورسات، شلون يتدرس الكتاب الجزء الاول، شلون يتدرس الكتاب الجزء الثاني، فيكون يعني في لجنه او دورات تدريبيه للمدرسين قبلها بسنه حتى يكون يعني مستعد لهذا التغيير، يعرف شلون يواكب التغيير مع الطلبه، يعني شلون يدرس الطلبه هذا التغيير. اما ان تكون دوره تدريبيه خلال السنه اللي تغير بها الكتاب ما راح يستطيع انه يواكب الدوره مع تدريس الطلبه بهذا التغيير. اني بنت الشهيده اميه الجباره، صار لي يا ماما حسن فرحان، صار لي سنتين اني بالثالث واعاني من هذا الشغله، ودخلت بكالوريا باذراعي وما حد ساعدني ولا حد انطاني غش، يعني شنو ذنبي انه اني اقع بـ5 و حل
وسهرنا ليالي وخسرنا محاضرات واجور مدرسين وما خلينا وشهداء انطينا وديرتنا انظلمت واحنا انظلمنا. كل هذا احنا كافين عنه، بس طلبتنا ليش؟ ليش نصبح نبكي احنا وطلبتنا؟ ليش؟ ليش؟ كادرنا ما مقصر، بناتنا مين مقصره، والدنا مين مقصر. الله وكيلك اني جدتهم عيال الشهيده اميه والله اعاني معانا، الليل ما ناموا والنهار ما اقعد ولا اكل الا يرجع من الامتحان تاشوف. وانا اضافه عن ابوهم ما يدري اني ادفع اجور محاضرات من يمي غير اللي يدفعوا ابوهم. ليش احنا؟ وراح نسوي مظاهرات احنا، واحنا هذه ديرتنا الانطت شهداء على قالت يازي وقفت ضد الظلم. وكادرنا ما شاء الله عليه ما مقصر ابد، وطلابنا انظلمت واحنا انظلمنا. وشكرا لقناه صلاح الدين وبارك الله بكم. انا كوني احد طلاب الصف الثالث متوسط في محافظه صلاح الدين اطالب وزاره التربيه العراقيه باعاده التصليح في نتائج الصف الثالث المتوسط، ويكون التصليح حصرا في محافظه صلاح الدين في مركز المحافظه، واتخاذ الاجراءات اللازمه في حق المصححين